السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصحابي؟ معكم نعيم من قناة نيمو، ورجعنا لكم مقطع جديد. هو تحدي اليوم الثاني من تحديات وينتر فيست، اللي هي تحديات الشتاء تبع الكريسماس. وهنا نفتح مع بعض الهدية ومنشوف شو هي الهدية اللي بتطلع لي، ونقول لكم شو هو التحدي وشلون تخلصوه. التحدي أول شيء هو بدك تبحث كمان من بالجورب نفس بتاع تحدي مبارح، بس هلا في فرق عن مبارح، انه هو بدك تفوت على الفيزيت لودج. قبل ما تعمل بحث بالجوارب لازم تكون فاتح هدية، فانت بدك تفتح هدية بعدين تدور، هون بكون نزلت الهدية جوات الجوارب هاي، ساعتها هون انت بتقدر انك تدوش وتاخد المهمة اللي بعدها اللي هي الستيج 2. هاي نفتح هديتي لنشوف مع بعض. حاسس في البيكاكس ايه طلعت لنا، يلا حلو حلو ظريف. هاي هديتي لليوم الثاني، اكتبوا لنا بالتعليقات شو هي هديتكم كانت لليوم الثاني. مثل ما لاحظتوا هلا نزل هون الهدايا، بندوس اي بلداسين اي ستوك كم فار. تمام، هلا هيك احنا خلصنا المهمة مع بعض وفتحت الستيج الثاني. وكمان اذا بدكم تاخذوا هون الاكس بي موجوده هون، بتدوس عليها. امبارح اخذت 5000، اليوم ما هو. تمام، هي خلصنا، نعمل ليف نشوف الرقصه مع بعض. تمام، هاي الرقصه اللي اخذناها. هلا بنفوت جيم عشان نورجيكم شو هي المهمه الثانيه. المهمه الثانيه اللي هيك فتحت، اللي هي ستوك كام فاير، يعني شغل كام فاير، بس مو تشغلها عادي، شغلها واعملها مثل ما مكتوب عنكم هون ستوك، اللي هي انه انت حط لها 30 خشبة مشان تكون اسرع بتعطيك هيل. فوت جيم مع بعض وبرجيكم اياها شلون. اصدقائي نزلنا هون لحنا بفرينزي، هون هي موجودة بالعشبة، كله بيعرف هذا المكان. هي كلها فكرتها انه انت تشغلها، تمام، تحط عليها 30 ستوك وهيك بنكون خلصنا المهمة. بس ومعلومة، إذا أنت مثلا كانت شغال الكام فاير وبدك بتحط 330 لوحدة اللي هي الزيادة عليها اللي هي الستوك، وهيك كمان أنت بتكون خلصت المهمة. شكرا على المشاهدة، ويا ريت ما تنسونا من اللايك والاشتراك.